السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن ثقافة بناء المساكن في نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20، وده بيتمثل في أكثر من بيت أو شقة احنا كنا عايشين فيها: بيت سوق السلاح، وبعدين بيت الشماعين، وبعدين شقة الحلمية وشقة اليكنية. بيت سوق السلاح ده كان بيت جدي الكبير الله يرحمه، اللي هو بجدي الجريسي، وكان بيت العيلة كان بيت كبير جدا، وكان ليه بوابة يمكن ارتفاعها 4 أو 5 متر وعرضها 3 أو 4 متر عشان تدخل في الوقت ده العربيات الكارو اللي بتجيب الأشياء اللي بيخزنوها في البيت. وكان داخل البوابة الكبيرة دي في بوابة صغيرة للأفراد يخشوا منها. كنا بنخش البيت ده واحنا بنلعب فيه واحنا صغيرين، تلاقي أول حاجة على إيدك اليمين في غرفة للحارس، وتاني حاجة على إيدك الشمال في غرفة للخزين. أما بهو البيت كله فكان جنينة كبيرة جدا جدا علشان الأطفال تلعب فيها، ما يخرجوش يلعبوا برا في شارع سوق السلاح اللي هو كان شارع يعني عموم. كان البيت ده في دور أرضي في مخازن، وفي دور أول وفي دور تاني، وكل الأدوار دي كان فيها مشربيات بحيث إن الأمهات والأخوات البنات يتفرجوا على الأولاد هم بيلعبوا تحت في الجنينة داخل البيت. وده جزء من ثقافة التراث الإسلامي في بناء المعمار للعائلات الكبيرة عايشة مع بعضها. البيت التاني كان بيت أحد خالاتي، وكان في حتة اسمها زرع النوى، ودي كان في منطقة الضرب الأحمر، وكان أيضا بيت الشمعين كنا بنسميه، وكان البوابة بتاعته عادية بس كان في حاجة اسمها تقاصة. يعني ايه تقاصة؟ يعني لما تيجي تخبط انت باليد الحديد على البيت تبص احد البنات من المشربية او احد النساء من المشربية تشوف مين اللي داخل، لو كان راجل غريب ما يدخلهوش، لو كان راجل من اهل البيت بيشدوا الحبل، والتقاصة دي بشد الحبل بتفتح الباب فيخش الناس اللي هم الضيوف اللي هم عارفين. بتخش في البيت برضك في نفس الساحة بس مش بنفس الحجم، الاطفال يلعبوا تحت، وفي غرف الخزين زائد غرف الحارس او الخدامين بيكونوا موجودين تحت، والعائلات بتكون نايمة في الدور الاول والدور الثاني. ده بالنسبة للبيوت اللي كان عايشة فيها عائلات كبيرة. بعد ما انتقلنا احنا من المنطقة دي كلها، وجدتي خرجت من سوق السلاح من بيت العيلة، وجم أجروا الشقة. حتى الشقة كان فيها التراث الإسلامي علشان اللي هو بيخلي ما فيش اختلاط ما بين الرجال والنساء. بتخش من بوابة الشقة بتلاقي على إيدك الشمال هي غرفة الضيوف اللي ما بيخشوا، وفي فسحة كبيرة جدا جدا للأطفال عشان يلعبوا فيها، وبعدين غرف النوم بتكون آخر شيء في الشقة، وعلى إيدك اليمين بتكون الحمامات والمطبخ إلى آخره. اما بيتنا في الحلمية فكان التصميم بتاعه، الشقة بتاعتنا في الحلمية كان في تصميمها احسن، فكان الشقة ليها بابين، باب للضيوف يعني بيخش فيها الاغراب يقعدوا فيها بحيث ان الضيوف ما يخشوش على اهل البيت، والباب الاخر بيكون لاهل البيت عشان يخشوا منه اهل البيت في الاكل في الشرب الحاجات دي كلها. بان كان في وصلة ما بين الغرفة بتاعت الضيوف اللي احنا بنسميها غرفة المسافرين زائد غرفة السفرة للضيوف عشان ياكلوا فيها ما يختلطوش بأهل البيت. وبرضك كان الشقة دي فيها غرفة 2 3 4 غير الحمام وغير المطبخ إلى آخر. كان من أظرف الأشياء اللي كنت بسمعها من أصدقاء والدي لما بيجوا عندنا في الشقة في الحلمية، خاصة أحد المشايخ اللي كان حجمه كبير ربنا يرحمه إن شاء الله، فكان متمتع جدا من انه بيقعد على الكرسي الافرنجي في الحمام علشان ايه ده بيريحه في القعده لما يخش. وطبعا كان في البيت ده في دوش، وكنا بنقعد نستحمى في الدوش. كان الاشياء دي الجديده اللي ايه بدات تخش عندنا في الخمسينات من القرن الماضي، وده كله بيتمشى مع ثقافه المعمار الاسلامي اللي ما كانش بيخلي نساء البيت يختلطوا بالناس الاغراب لما يجوا يزوروهم في البيت. جزاكم الله خير.